مقابله تاع المنتخب الوطني ان شاء الله غدوه ضد المنتخب البلجيكي، راح تكون اول مباراه في المونديال. نتوقع انه عناصر المنتخب راح يحاولوا باش يدخلوا بقوه، خاصه انه هذه هي اصعب مقابله لهم في المجموعه. يعني يصعب التكهن بالنتيجه، ما الكل يعلم بلي المنتخب البلجيكي هو المرشح الاول في هذه المجموعه. يعني راح يكون الف حساب من طرف المدرب حالي لوزيتش على جميع المستويات، سواء المستوى يعني البسيكولوجي اللاعبين ولا التكتيكي على ارضيه الميدان. هي مقابله تاع غدو مقابله صعيبه بزاف، باسكو كي تجي تشوف المقابله هذه هي اللي راح تكون بمثابه المفتاح تاع تاع الجروب هذا. لو كان يديروا ان بون ريزولطا تما راح يفتح لهم البيبان باش يلعبوا المقابلات اللي بقاو لهم شويه بشويه بثقه وشويه بارتياح. وشنو تقدر تقول بلي المنافس تاع غدو منافس صعيب، لان عنده فريق شاب وعنده طاقات ملاح ويلعبوا في انديه كبيره في اوروبا ونعرفهم ورانا نتبعهم، ورماهمش جايين مرامش جايين باش يشرفوا بلادهم، برك جايين بفكره باش يديروا نتيجه في المونديال هذايا. وهم مطالبين بالنظر الى الاسماء الكبيره اللي في الفريق ده، هي مطالبه باش يديروا نتيجه مليحه. نقول لك اللقاء الاول مع المنتخب البلجيكي هو احد اصعب اللقاءات اللي راح يلعبها المنتخب الوطني في نهائيات كاس العالم. نقول لك وسمت عليه لان الظروف يعني تبدلت التشكيله وتغيرت وفيها بزاف يعني تشاؤم عند الناس وفيها بزاف يعني واسمه هضره. نقول لك باللي علاش صعيب، لان المنتخب الوطني لحد الان عنده أكثر من 36 شهر مازال ما ضبطش التشكيلة اللي يلعب بها في كل اللقاءات. احنا كصحفيين واختصاصيين مازال ما عرفناش طريقة العمل تاع هذا المدرب. نقول لك هذا المدرب اللي غير 8 لاعبين، يعني حاجة غير ممكن. اللقاء تاع غدو إن شاء الله تاع المنتخب الوطني مع المنتخب البلجيكي راح يكون صعيب شوية، خاصة أننا نعرفون المنتخب البلجيكي منتخب كبير، بصح عندنا ثقة في المنتخب الوطني تاعنا أنه يحقق نتيجة إيجابية على حسب يعني على حسب اللاعبين تصريحات اللاعبين الاخيره، يعني كانوا متفائلين باش يحققوا نتيجه، وان شاء الله يا ربي بالاراده تاعهم واللعب ان شاء الله يحققوا نتيجه ان شاء الله. المشكل الكبير كان في الدفاع، نقدروا بصحه نقدروا نشوفوا الاقرب راح يكون بوغرا مع كادامورو في وسط الدفاع، مع عيسى موندي اللي أدى مباراة مليحة مع أرمينيا مقارنة مع مهدي مصطفى راح يكون يعني في الجهة اليمنى. في الجهة اليسرى يعني بدون شك غلام اللي أدى موسم جيد مع نابولي مقارنة مع مصباح. في الوسط عندنا نبيل بن طالب مع مهدي الحسن اللي اكتسب خبرة، اللي عنده خبرة كبيرة في أرضية الميدان، مع بيانسير طايدر. مع الجهة اليمنى عندنا جابو ان شاء الله ولا محرز ما على بالناش يكون الاخر، وفي غولي وسوداني في الاخر.